محطتنا التانية النهاردة في حلقة اليوم بناخد حضراتكم فيها في جولة في أحد أحياء القاهرة، حي المطرية في شرق القاهرة، واللي مع الأسف واحد من الأحياء اللي بتدفع الثمن خلال الفترة اللي فاتت، ثمن فشل تخطيط عمراني وثمن فشل تخطيط في إنشاء طرق وكباري بيدفع المواطن وحده ثمنها. بلد عمالة تعمل طرق، تعمل كباري، تعمل محاور، تعمل سكك جديدة ومشاريع جديدة، لكن الاسم بعمل الحاجات دي عشان خاطر المواطن، في حين ان انا بخرج المواطن من بيته ومن شغله ومن قريته من الشارع بتاعه، برميه في الشارع، بسيبه بدون عائل، بسيبه بدون منزل، واحنا داخلين على الشتاء، وده اللي بيحصل في اهالي المطرية بقالهم 3 سنين لحد النهاردة. اخر حاجة امبارح او قبل يومين فوجئ اهالي المطرية ان بيوتهم اللي عايشين فيها بقالهم 40 و50 سنة مكتوب عليها بالقلم الاحمر ازالة وعلامة اكس على البيوت. يا ناس دي بيوتنا، لا هي مبنية على ارض الدولة ولا مبنية على املاك الاوقاف ولا مبنية بشكل مخالف ولا مبنية على اراضي زراعية، دي بيوتنا مبنية بقالها 60-70 سنة وعايشين فيها احنا وابونا وجدنا واتولدنا وعشنا فيها. قال لك ابدا، ده احنا هنهد بيوتكم عشان نعمل لكم كوبري، هنهد بيوتكم ونخليكم في الشارع ونطردكم عشان نعمل لكم محور. طب هتديني تعويض؟ قال لك اه هديك تعويض. ايه التعويض؟ هديك المتر ب 2900 جنيه. في الوقت اللي المتر في الشارع ده، بنتكلم بطبيعة الحال عن شارع الترولي في حي المطرية، واللي فوجئ أهالي منطقة المطرية اللي بيستغيثوا قبل هدم منازلهم وهدم أيضا أكبر مجمع إسلامي عشان نعمل جسر جديد أو كوبري جديد هيبقى اسمه كوبري عمر المختار. والله عمر المختار الله يرحمه لو لسه عايش ما هيرضيه الظلم اللي بيحصل ده. وقال لك المحافظة، محافظة القاهرة، قررت تعوض أهالي المطرية، هتديهم 2900 جنيه تمن المتر الواحد. طب المتر النهاردة تمنه كام؟ قال لك المتر تمنه على الأقل 7000 جنيه. ومش بس كده، ده أنا كمان ههد بيتك على حسابك. ومش بس كده، ده أنا كمان هديك مهلة لمدة 3 أسابيع عشان تخلي البيت، وإلا ههده فوق دماغك. السؤال، أنت شفت جبروت بالشكل ده قبل كده؟ اللي هو أنا ههد بيتك وهديك كمان تعويض أقل من ربع الثمن اللي المفروض تاخده في المنطقة، وكمان ههد بيتك على حسابك، وخلال 3 أسابيع لو ما طلعتش ههد البيت فوق العفش وفوق الحاجات بتاعتك، وغير كده لا وفرت لك مسكن ولا مكان بديل. وده حال أهالي محافظة القليوبية النهاردة، أو أهالي آسف حي المطرية بمحافظة القاهرة. ضيف عليهم كمان لا سلم منهم لا بيت ولا جامع ولا كنيسة ولا محل، هيهدوا كمان واحد من أقدم المساجد اللي موجود في الشارع، مسجد عمره النهاردة أكتر من 40 سنة أو 60 سنة آسف، اسمه مجمع عبد المرضي أو عبد المرضي، المجمع الشهير موجود في شارع الترولي اللي بيحتوي على مستوصف بيقدم خدماته للفقراء بالمجان، عنده مكان وكتاب لتحفيظ القرآن، عندهم حضانة بتستضيف أبناء المنطقة، عنده دار مناسبات مفتوحة بالمجان في الفرح والعزة. كل ده هيتزال عشان نعمل محور أو جسر جديد، كوبري جديد اسمه عمر المختار. مخاوف من هدم منازل وقصر تاريخي لبناء جسر في المطرية، ده حتى الحاجات التاريخية ما سلمتش بمبدأ الحي أبقى من الميت، واللي عايش أحسن من اللي فات واللي موجود أحسن من اللي فات. كمان هتهد قصر تاريخي موجود في المنطقة اسمه قصر الأميرة نعمة الله توفيق. القصر ده بتاع بنت الخديوي توفيق وحفيدة محمد علي باشا صاحب النهضة المصرية الحديثة، واللي مساحته تقريبا لحد المرج على مساحة 16 فدان. القصر ده كان في يوم من الأيام استراحة لعبد الناصر والسادات، وتم نفي محمد نجيب لما فرضت عليه الإقامة الجبرية في هذا القصر. كل ده ضيف عليه بقى عشرات المنازل بل مئات المنازل، ضيف عليه المجمع الخيري،
ضيف عليه الشارع الواسع اللي قدام حضراتكم ده، واللي مرة واحدة قررت البلد انها تشيله عشان عايزة تعمل كوبري. احدهم خد قرار واحدهم ما فكرش في الناس، واحدهم هو اللي بياخد القرارات، واحدهم مش بيعبر ومش بيهمه حياة المواطنين. قرر ان الاف المواطنين النهاردة يبقوا في الشارع، قرر كمان ان مسجد يتهد، قرر ان مستوصف ومقر لتحفيظ القرآن وحضانات يتهدوا، قرر كمان ان قصر تاريخي عمره النهاردة اكتر من 100 سنة يتهد. كل ده عشان هعمل كوبري، كل ده عشان انا عايز اعمل محاور وعايز ابدا اعد كباري محاور محاور كباري كباري محاور محاري محاور كباري. معنا فيديو صوره احد مواطني المطريه من حاله او هدم والشارع اللي هيتهد فيه المنازل والمسجد عشان يعملوا الكوبري اللي هيعملوه. نتابع. الشارع لا، عرض الشارع يرد مين؟ يرد اكتر من 75 سنة. لسه كوبري اخر الشارع يتعمل اهو، تقاطع عمر المختار. شارع واسع وعمارات مش قديمة وصيدليات ودكاكين ومحلات، وكل ده هيبقى في خبر كان عشان قررنا نعمل كوبري مكان. عرض لحضرتك تغريدة لأحد سكان شارع الترولي في المطرية، هو بيتباكى على المجمع الخيري اللي كان مفتوح وبيعوض إهمال الحكومة وعدم وجود خدمات، يقدم خدمات طبية واجتماعية بأسعار رمزية. ده كلام صاحب التغريدة، اسمه أو اسمها سحر العيون. أهالي شارع الترولي بالمطرية يستغيثون لمنع الحكومة من إزالة مسجد الحاج عبد المرضي، أكبر وأقدم مجمع إسلامي في المنطقة. مع الأسف مش دي المرة الأولى، تحس كده أن المطرية دي موبوءة بعملية الإزالة. في مطلع 2022 تحديدا في 11 يناير تم هدم 120 عقار، على الأقل 1300 وحدة سكنية بسبب إقامة أحد المحاور. أهو إزالة 120 عقار، ده كان في يناير اللي فات بالمطرية لإقامة محور هيربط عدلي منصور بالخصوص. المحور ده اللي كان في يناير بيربط عدلي منصور بالخصوص، وتم إزالة وقتها حوالي 120 عقار. المحور بتاع النهاردة هيوصل المطرية بمنطقة مسترد. لكن محور عدلي منصور لما عملناه كمان في نهاية السنة اللي فاتت أيضا هدينها بيوت المواطنين. رئيس حي المطرية إزالة 45 عقار متعارض مع محور عدلي منصور. أنت في الأول عملت عدلي منصور هديت 45 عقار، وبعد كده عملت المحور الثاني اللي هيوصل عدلي منصور بالخصوص وهديت 120 عقار. النهارده بتعمل محور بيوصل ما بين منطقه المطريه لحد جسر لحد مسترد، وهتهد كمان المره دي شارع كامل بما فيه من مرافق وما فيه خدمات، والمواطنين يقعدوا في الشارع. السؤال دلوقتي احنا ليه بنعمل كده في المواطن؟ وزي ما قلت وبقول وبكرر كل يوم، لا انا ضد التطوير ولا ضد انك تعمل طرق وكباري ولا ضد انك تجمل وتطور وتحدث وتحسن، لكن العقل والمنطق بيقول ما ينفعش تطور على حساب حياة المواطن. النهارده بأي منطق تطلع المواطن من بيته من شغله من حياته وترميه في الشارع وتديله أقل من ربع التعويض وكمان تهد على حسابه عشان تعمل كوبري؟ يا سيدي بلال كوبري، ده بيقول لك ان انت عندك مشكله في التخطيط، بتعمل الاول المخطط وبعد كده بتدور هتنفذه ازاي. طب ما تروح قبل ما تعمل الكوبري، قبل ما عملت المفروض قبل ما تعمل عدلي منصور كنت شفت هيعدي منين، لكن هديت البيوت اللي عدى فيها عدلي منصور
حبيت بعد كده توصل عدلي منصور بمحور تاني، هديت برضو البيوت. النهاردة عايز توصل عدلي منصور بمنطقة مسترد، هتهد برضو بيوت. طب ما انت هيجي في يوم من الايام مش هتلاقي ناس، انت بتعمل الكباري دي لمين طالما انت بتهد الناس وبتهجرهم وبتطفشهم؟ ونرجع نسأل، هو المواطن ليه بيهج ويسيب البلد؟ هو الشباب النهاردة ليه بيضحي بحياته؟ هو شاب ليه مش حاسس بأمان واطمئنان؟ لك أن تتخيل أن أهالي القاهرة النهاردة، أهالي الجيزة، أهالي اسكندرية، أهالي سوهاج، أهالي طنطا، قاعد في بيته في أوضة نومه اللي شاريها بفلوسه ومش حاسس بالأمان. هل المطرية النهاردة البيوت دي بنوها بعرق جبينهم وشطبوها من لحمهم الحي؟ النهاردة حكومة بتقول لهم امشوا اطلعوا بره، واللي هيكلم هحبسه زي ما عملت مع بتوع مثلث ماسبيرو، زي ما عملت مع اهالي جزيره الوراق، زي ما عملت مع اهالي محور المحموديه، زي ما بعمل النهارده مع بتوع عزبه الصيد، زي ما عملت مع اهالي الحي السادس والسابع، اهالي المظه في مدينه نصر، زي ما عملت مع اهالي دار السلام في سوهاج، زي ما عملت مع هو ده التطوير؟ يا دي البلد الجديده؟ طب انت بتعمل البلد الجديده لمين؟ سؤال بطرحه على حضراتكم.